دكتورة دفنة؟ استاذ قدير، تفضل. ممكن نحكي شوي؟ كنت طالعة في شي؟ ما رح أخذ كتير من وقتك. تفضل اقعد. بتوقع إنه ميليس سمعتنا لما كنا عم نحكي. ميليس؟ أنتوا بتعرفوا بعض، قالت لي إنكم شربتوا القهوة على السطح من فترة. ميليس، لحظة بس، البنت المسكينة كانت عم تبكي كرمالك؟ عم تبكي؟ يعني كان مبين عليها زعلانة بوقتها، كنت تاركة ما هيك؟ أنتوا بالضبط شو حكيتوا؟ أنا ما قدرت أفهم. تعرفنا على بعض بهداك اليوم بعد الحادث، كان مبين عليها متضايقة، دردشنا شوي على السطح، بعدين شفتها بغرفة بالمشفى كانت عم تبكي وقالت إنك تركتها. وهلأ أنت حكي لي، ليش تركت هالبنت المسكينة؟ بأي حق بتبكيها لهي الدرجة؟ دكتورة دفنة، نحن كنا على علاقة لفترة منيحة، بس للأسف ما قدرنا نستمر لأنه كان في مشاكل تانية بيني وبين أخوها لميليس. طيب، بس أنت كمان أصريت أنك تساعده، حتى أنك أنقذت له حياته. إيه صحيح، جينك بيكون أخوها لميليس. عم تحكي عن جد؟ أيوة هلأ فهمت، الأستاذ جينك عرف بالوضع وخربت علاقتكم طبعاً. لا، جينك أصلاً ما عنده علم بهالشي أبداً، هو ما لازم يعرف بعلاقتي بميليس. هالسرية بقصة حبكم خطيرة كتير عن جد والله، يعني مو الأحسن تحكي مع الأستاذ جينك بكل صراحة؟ برأيي هو رح يفهم الوضع. يا ريت لو الموضوع سهل مثل ما أنك عم تقولي، بس في شغلات تانية ما بتعرفيها. يعني وإنت كمان مثل اللغز أستاذ قدير. دكتورة، لما أجيت هديك المرة على المشفى ميليس لحقتني لهون بدون ما حس عليها وسمعت حديثنا، ما بعرف كيف صار هيك، بس هي مفكرة أنه أنا المريض. هي ما عندها علم بمرض أخوها. أي نعم. هلأ فهمت. وجينك ما بده حدا يعرف بمرضه، بتعرفي. وهلأ شو رح يصير؟ هلأ المهم أنه ميليس ما تعرف بهذا الوضع لو شو ما صار، من شان هيك بدي أطلب منك إذا إجت لعندك ما تخبريها بأي شيء رجاءً. بشو ما خبرها؟ بأنه حبيبة مانو مريض ولا أنه أخوها هو المريض؟ معك حق. طيب رح حاول وضح لك شو قصدي من هالحكي. إذا ميليس إجت لعندك خليها تضل مفكرة أنه أنا هو المريض، يعني بلا ما تعرف أي شيء عن مرض أخوها. ممكن هالشي لو سمحتي دكتورة؟ يعني خليني إلك أستاذ قدير أنه شغلي كدكتورة بيمنعني أعطي معلومات غلط. معك حق دكتورة، بس صدقيني لو ما كنت بوضع صعب كتير ما كنت بطلب منك هيك شيء، لو سمحتي. ميليس؟ أخي؟ وينه قدير؟ قدير؟ الأستاذ قدير طلع. حبيبتي أنت منيحة؟ طلعي فيني، مو معقول تقليلي إنك تعبتي من أول يوم، ما؟ شوي، يعني أنا ماني متعودة، أنت بتعرف، بعدين من الصبح لهلأ وأنا عم بقرأ بهالعقود، والله ما فهمت شي. كملي شغلك، يلا كملي، وببقى بشوفك بعد ما تتعلمي هالشغل. وانت عم تتمشي بالكوريدورات رايحة جاية وشايفة حالك وعم تسمعيهم عم يقولوا اجت المديرة ميليس تشيلان، ما هيك؟ لا تقول هيك. وليش بقى بنتي؟ مو صح يعني؟ ميليس ليكي شو؟ أنا مآمن إنه هون في كنز غالي، وإذا استخدمتيه صح رح يكون كل شيء منيح. بالمناسبة حبيبتي لا تبعدي عن قدير أبداً، هو رح يساعدك. تستفيدي من باقي الأقسام طبعاً، بس قدير رح يوجهك دائماً إذا احتجتي لأي شيء. اتفقنا؟ اتفقنا. حلو. أهلين عزرا، كيفك؟ منيح شكراً، تفضلي. قدير نحن لازم نحكي. عن ميليس ما هيك؟ ايه ماشي، رح حاول أمرق لنحكي بعد ما خلص شغلي. بشوفك.